صباح الفل. العصر اللي احنا فيه دلوقتي بتميز بالتطور الهائل، وخصوصا التطور التكنولوجي، ومن ضمن اهم التقنيات الجديدة هي تقنيات الـ 5G او الجيل الخامس للاتصالات. الـ 5G تعتبر اسرع على الاقل 100 مرة من الـ 4G، بالاضافة انها بتوفر حماية اكبر خلال نقل البيانات. وممكن حضراتكم تكونوا سمعتوا عن الانترنت اوف ثينكس او انترنت الاشياء. دلوقتي الفايف جي هتمكننا من الانترنت اوف ايفريثينج، بحيث ان كل الاجهزه والمعدات اللي حوالينا هتكون متوصله بعضها وبتتخاطب مع بعضها بسرعه اكبر ودقه اعلى. طيب نيجي بقى بالنسبه للدرونز، واكيد لازم اتكلم عن الدرونز، ده مجال تخصصي. حاليا الريموت كنترول بيتوصل بالدرون عن طريق موجات الراديو بترددات 2.4 او 5.8 جيجا هرتز. اما في حالة الـ 5G فاحنا هنوصل الدرون بـ 5G سيم كارد، بحيث ان الريموت كنترول يتخاطب مع الدرون باستخدام الـ 5G في نقل البيانات من والى الدرون. ودي ليها مزايا كتيرة جدا، زي ما قلنا ان سرعة الـ 5G اسرع على الاقل 100 مرة. في خاصية تانية مهمة وهي الليتنسي او زمن الاستجابة، لان في حالة الـ 5G زمن الاستجابة بيبقى اقل من 1 ملي سكند، وده هيساعد جدا في نقل هاي ديفينيشن او صورة بدقة عالية من الدرونز الى غرفة التحكم في وقت سريع جدا اثناء طيران الدرون. طيب ايه استخدامات الـ 5G في مجال الدرونز؟ انا هجاوبكم بمثالين من الواقع. اولا الفيرست ريسبوندر او المستجيب الاول. نفرض لا قدر الله في حادث في الطريق، انت ممكن ترسل درون لموقع الحدث. الدرون هيبث صوره حيه، صوت وصوره لغرفه التحكم. تقدر بقى ساعتها غرفه التحكم تحكم على الموقع على الواقع وترسل الامدادات المناسبه على حسب الموقع محتاج. المثال الثاني هو الفحص الفني للمعدات في مجال البترول، الاويل اند جاز اندستري انسبكشن فور ريموت لوكيشنز. شركه البترول تقدر ترسل الدرون لفحص معدات او انابيب البترول على بعد مئات الكيلومترات بعيد عن المركز الرئيسي. في المركز الرئيسي ممكن يكون المتخصصين والفنيين قدام الكنترول روم، شايف الكنترول بانل، شايفين صوره حيه من الانسبكشن الدرون بينفذه، ويقدروا ياخدوا صور وياخدوا فيديوهات ويعملوا تحليل للفحص الفني بدون التواجد في الاماكن البعيده او اللي تعتبر خطر على حياتهم لو لا قدر الله في تسريب الغازات او ما شابه. لو انت مهتم بالدرونز وتقنيات الـ 5G تواصل معنا. سلام.